وياكم فلان، وهاي الصوتية الخامسة بعد العاشرة من عراقي بودكاست، الموسم الثالث. أكو شغلات مو كلنا ننتبه عليها، ومرات ننتبه عليها بس ننساها، وهي القرارات المبنية على كلام الناس. لأن إحنا من نبدأ حياتنا نبدأ نسمع كلام الناس اللي حوالينا بمعظم القرارات البسيطة، مثل اليوم ايش راح اتغدى، او لون اللبس اللي راح اشتريه، او اجيب هاي اللعبة لو ما اجيبها. بس بعدين الامور تتطور شوية شوية، مثل نوع الموبايل، او لون الحيطان مع الغرفة، او نوع الاثاث ولونه، وقصة شعرك انت، واذا تتحجبين او ما تتحجبين. ويا مرور السنين وحجم القرارات اللي نبدأ نعاني حتى نتخذها، يبدأ الموضوع يكبر، ويصير كلام الناس يتدخل بقرارات اختيار الاختصاص الدراسي، وبعدين الشغل اللي لازم تشتغله، ويكبر الموضوع أكبر، ويدخل بموضوع العلاقات، ومنو تتزوج، وش وقت تتزوج، وليش ما تتزوج. وحتى من تتزوج يبدأ الموضوع يتدخل بقرارك إذا تريد تجيب أطفال أو لا، وإذا جبت أطفال يتدخل الموضوع بأسمائهم وعددهم وبأي مدرسة يدخلون لحد ما تموت. وهنا ممكن الناس هم تتدخل مكان قبرك اللي هتندفن به. طبعا انك تسمع كلام الناس هذا الشيء مو شرط يكون شيء سيء، يعني من يكون اكو موضوع معين انت ما عندك خبرة به، ويجي شخص عنده تجربة بخصوص هذا الموضوع ويشارك وياك تجربته، هذا الشيء ممكن يساعدك في اتخاذ القرارات الخاصة بك. او ممكن الشخص يعطيك رأيه بشيء معين، وانت بكيفك تسمع الحكي وتمشي عليه، او تسمع الحكي وما تاخذ به. وهذا اللي دي يسويه وياك عراقي بودكاست، وهواي محتوى ثاني من ناس ثانيه، نشارك وياك تجاربنا وشنو تعلمنا منها، وانت بكيفك اذا تريد تاخذ منها اي شيء او لا. بس المشكله وين؟ لما تقوم تبني قراراتك على حكي الناس، وخصوصا باربع شغلات: الدراسه، الشغل، الارتباط، والدين. الأربع أشياء هاي دير بالك تمشي على حكي الناس بها، هذني لازم تكون قرارك أنت وبس، ووجهة نظرك أنت وبس. زين، إيش معنى هذول الأربع شغلات؟ خلينا نبدأ بالدراسة. الدراسة من وجهة نظري المتواضعة لازم يكون بها شغف، ولازم يكون الشخص عاجبه يكون مهندس ومهتم بأمور الهندسة حتى يدخل هندسة، مو لأن أهلي يقولون الهندسة أحسن لك، هم عندهم وجهة نظرهم وتحترم جدا، بس راح تكون في مكانها، وهو إنها رأي ليس إلا. وماكو مشكلة، هذا الشيء ممكن يخليك تفكر بالهندسة وتشوف إذا تجذبك بأحد فروعها وتدخلها أو لا. ليش مهم هذا الشيء؟ حتى تكمل حياتك بشيء انت عاجبك تسويه، انت اللي راح تقضي ساعات وساعات وساعات من حياتك بهذا الشغل، وانت يا اما ما عاجبك الشغل هذا وبس تريد ترجع للبيت، او متونس وما تريد ترجع للبيت لان مندمج بالشغل وتبدأ به. وانا هنا دا حاجيك عن اختصاص انت مهتم به او عاجبك، بس تخيل لو تلقي اختصاص انت حابه كلش وتفكر به دائما، هنا راح ينطبق عليك المقولة اللي تقول الشخص اللي يشتغل بشغلة يحبها ما راح يشتغل ولا ساعة بحياته، لأن خلص مستمتع بوقتك بكونك ممرض أو صيدلاني أو مبرمج أو طباخ أو أو أو، مو مهم شنو تشتغل، لأن أنت دا تسوي شيء أنت تحبه، مو اللي أهلك يحبوه ولا اللي خالتك أو عمتك أو عمك يحبه، ولا اللي أولادك يحبوه، ولا للجيران يحبوه. بس اكو ناس حتقول زين اني مدى اعرف شنو ادرس وما اعرف شلون اختار، فاسال الناس اللي حوالي. وهنا انت او انتي عندكم العذر، بس الوسيله لازم تكون صحيحه، يعني لازم تقرا اكثر عن الاختصاص اللي انت تريد تدخله، تشوف ناس داخلينه او ناس متخرجين منه، تتفرج فيديوهات عنه، تشوف ايش قد يجيب فلوس ومدى توفره بمنطقتك ومدى اهتمامك به. هاي الأشياء اللي لازم تهتم بيها وانت تختار الاختصاص، أكثر من اهتمامك بأنه ابن خالتك شنو دخل وبتعمتك شنو دخلت يا اختصاص، وهل هذا الاختصاص طبي لو هندسة، لو حنسوي مثل بعض لو ما حنسوي مثل بعض، أو تشوف أنه الأهل هم أدرى بشنو لازم تدخل أو تدخلين. حاول تشوفها كرحلة، وممكن تجرب إذا هذا الشيء متاح لك جرب،
وورا كم درس شوف إذا هذا الشيء مو مناسب إلك عوفه، أو إذا مناسب إلك ابقى بيه، بس خليك ماشي ورا كلامك أنت وبس. أما بالنسبة للشغل فما يختلف هواي عن الدراسة، ولنفس السبب أنك تحاول تتجنب أنك تكون بمكان أنت ما حاب تكون به، أو أنك تخاف تغير اهتمامك أو تغير شغلك لأن ما لقيت نفسك به أو مليت منه أو تشوف نفسك بشي ثاني. حاول تدرس الموضوع وتاخذ قرارك، وماكو مشكلة تاخذ رأي أحد باتجاه الخطوة اللي حتسويها. مثلا لقيت شغل جديد وتريد تروح له وما تدري تروح أو لا، أنت ممكن تشوف رأي الناس القريبين منك وتشوفهم هم شلون يشوفون الموضوع، بس ما تقدر تعتمد على تحليلهم هم، مو لأن هم مو خوش ناس، ما أعرف إذا هم خوش لو مو خوش، بس لأن هم ما عندهم الصورة الكاملة. أنت اللي تشتغل وأنت اللي تشوف شنو اللي عاجبك بشغلك وشنو اللي أنت تريده أو شنو اللي أنت تريد تغيره. إذا كان شغل كموظف أو عامل أو صاحب مطعم أو مكتبة أو فاتح بنجرتشي أو كهربائي أو أي شيء، كل الناس عندهم تفضيلات. يعني أنت مثلا ما تشوف شخص يحب يصلح السيارات وشخص ما يحب يلزم أي شيء بالسيارة. أكو هواي أمثلة بحياتنا توضح تأثير التفضيلات على اختلاف الناس وتنوعهم. أما بالنسبة للارتباط فهاي المصيبة الأكبر إذا اعتمدت على كلام الناس ومشيت وراه، وهذا الشيء أكو ناس راح تختلف وياي عليه أكيد، لأنه المروج إلها بمجتمعنا إنك تروح تسأل عن اللي دا تتزوجها ويقولوا لك أوه خوش بنية أو أوه مو خوش بنية، ويقولوا لك والله عيبها إنها ما تعرف تطبخ ومن هاي الأمور. أنت هنا دا تسوي غلطة كبيرة، لأن دائما رأي الناس مشحوم بالعواطف. يعني إذا يحبوها راح يطلعوها هي وبس، وإذا ما يحبوها فراح يطلعوها من طيز الجلب. فأنت هنا شلون تقدر تعتمد على حكيهم؟ تريد تعرف أكثر عنها روح احكي وياها، اسألها بنفسك، اعرفها بنفسك، لأن أنت الشخص اللي راح يقضي وياها الوقت كله، مو جيرانكم اللي ما يعرف شي عنها غير أنه سيارتها هوندا أو تروح للكلية الصبح مثلا أو تروح للشغل ساعة هلقد، ولا قرايبها، لأن أنت تدري أنه قرايبك ما يعرفون كل شي عنك، فليش تتوقع أنه قرايبها يعرفون كل شي عنها؟ وهذا طبعا غير اللي يعتمد على أحد يلقي له عروسة أو عريس، وهاي الأمور العجيبة اللي الناس دا تسويها. أنا آسف يعني دا أقول عجيبة بس صدق عجيبة، يعني شخص بالغ وكبير والمفروض يعرف يختار قراراته، وبنية بالغة وكبيرة والمفروض تعرف تتخذ قراراتها، ويجيبون شخص ثالث أو أشخاص ثالثين على اعتبار الأهل ممكن يوظفون هذا الشخص حتى يزوجهم حتى يلقي لهم شخص. أنا ما عندي شيء ضد الناس اللي تتزوج بهاي الطريقة، بس ما دا أقدر أتخيل أنطي الصلاحية لشخص يلقي لي شريك حياتي. أما بالنسبة للدين، الدين مثل ما قلت بصوتية سابقة شيء شخصي. الإيمان أو عدم الإيمان بدين معين أو بطائفة معينة هو يعود بالمقام الأول لإحساس الشخص برحلته الدينية ويا نفسه. يعني ممكن يكون الشخص يحس براحة نفسية ويا كونه شيعي أو سني مثلا، ويشوف نفسه مرتاح بهذا الشيء وهو دا يشوف أنه هو هذا الطريق الصحيح، أو الكاثوليكي مثلا دا يشوف نفسه هو الصح وهو مرتاح بهذا الشيء، أو الأرثوذكسي أو اليهودي أو الصابئي أو اللاديني أو الملحد، دا يشوف راحته واقتناعه ووجهة نظره تقول له هذا الاعتقاد هو اللي أنت تريده. وعلى فكرة من حقك تنتقل بين هاي الاعتقادات براحتك أو بصعوبة مع تغير طريقة تفكيرك ويا الزمن وملاحظاتك وتجاربك، وكل من يتعلق من لشته. لذلك كل هاي الأشياء اللي دا أحكي بيها لازم تكون قرارك أنت وتحليلك أنت، حتى لا أحد يكون إلى فضل عليك ويعايرك لأن سمعت أو ما سمعت كلامه، ولا أحد تلومه وينكبك ويدمر حياتك.